مسلسل جديد على قناة NBC بوليود ابتداء من يوم الأحد باسم أمنية وإن تحققت، والذي سيكون كبديل لمسلسل لأجلك مهما كان. وقبل المشاهدة فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مسلسل أمنية وإن تحققت هو مسلسل درامي رومانسي، وتدور قصته حول فتاة اسمها أكشرة، وهي لطيفة ومغنية موسيقية، وكذلك أروهي وهي أخت أكشرة تطمح إلى أن تصبح طبيبة، كما تكره أكشرة لأنها تعتقد بأنها السبب في وفاة أمها. وفي الجانب الآخر بطلنا أبهي مانيو، وهو طبيب جراح القلب، حبه الأول هو المستشفى، يكره فكرة الزواج لكنه يقع في حب أكشرة بعد سماع صوتها، وأول ما يسمع صوتها يقع في حبها. لكن في نفس الوقت أروهي تقع في حب أبهي مانيو وتريد أن تتزوج منه. ويشار أن اسم المسلسل بالهندي هو ماذا أسمي هذه العلاقة، واسمه بعد الدبلجة أصبح أمنية وإن تحققت، علما أن المسلسل فهو درامي رومانسي. هذا فإن عدد حلقاته بالهندي هي 250 وما زال مستمرا، أما على قناة NBC بوليود فهو غير معروف، وسيتم عرض المسلسل يوم الأحد مساء، علما أنه قد تم إصداره بالهند في 23 من شهر أكتوبر عام 2021، وسيعرض في الوطن العربي ابتداء من 12 من شهر جانفي 2022.